مشاهدينا نتابع الآن جانبا من اجتماع وزراء دفاع الناتو بشأن أوكرانيا. أدى إلى تقديمنا الباتريوت وغيرها من أنظمة الدفاع الجوية لأوكرانيا، ونعرف أن أنظمة الدفاع الجوية هذه ستستمر بالحفاظ على البنية التحتية الأوكرانية الحيوية بما فيها الموارد المتعلقة بالغذاء والطاقة. نحن نعرف أن أنظمة الدفاع الجوية هي التي تنقذ الأرواح، بالتالي سأطلب من هذه المجموعة بالاستمرار بتوفير الدفاعات الجوية لأوكرانيا، وعلينا العمل بشكل أفضل لتوفير لأوكرانيا أنظمة الدفاع الجوية بالإضافة إلى المعدات الأخرى التي هي بحاجة إليها. اليوم علينا أن نضغط بشكل إضافي لتحصل أوكرانيا على الذخائر التي هي بحاجة إليها للاستمرار في هذه الحرب، منها ذخائر من قياس 0.55 مليمتر، ونعرف أنه علينا أن نستمر بمساعدتها لتحافظ على استقلالها وسيادتها أراضيها وسيادتها. لنتكلم عن الأهداف طويلة الأمد لهذه المجموعة، ونحن نعمل على تعزيز قدرة أوكرانيا على أن تستمر ما بعد العدوان الروسي، وأنا ممتن للأصدقاء بما فيهم الدنمارك وإستونيا وألمانيا واللوكسمبور وهولندا وبولندا، لأنها وافقت على إدارة كل هذه التجمعات، ونعرف أن هذه المجموعات ستعمل على استهداف استخدام دبابات الليبرد بالإضافة إلى نشر المعلومات الاستخبارية شركتها وغيرها، وسنستمع إلى عملها بشكل مفصل لاحقا اليوم. بالإضافة إلى الدعم طويل الأمد المقدم إلى أوكرانيا، يشرفنا الإعلان أن الولايات المتحدة ستوفر فريق التدريب على F-16 من قبل فريقان أمريكي، وذلك يسلط الضوء على المواضيع الأساسية التي سيتم البحث فيها اليوم، مستقبل القوات المسلحة الأوكرانية وكيف ستستمر هذه المجموعة على أن تتمكن أوكرانيا على بناء جيش وثق منه على المدى الطويل. التزامنا بأوكرانيا ليس محدود بحملة واحدة، بل هو التزام للأمن طويل الأمد في أوروبا وما بعد ذلك، كما هو التزام لمبادئنا المشتركة من حيث الحرية والسيادة. مجموعة الاتصال هذه بذلت الكثير من أجل شعب أوكرانيا، وعليها الاستمرار بالتطور لدعم هذه المساعدات على المدى الطويل. بالتالي يجب أن نبقى متحدين، وسنبقى عازمين، وسنبقى عاملين على الدفاع عن أوكرانيا وللحفاظ على كل سنتيمتر منها. أود أن أشكر الجميع لحضورها اليوم، والآن سأطلب من وسائل الإعلام مغادرة الغرفة. شكرا. إذن مشاهدينا، كانت هذا جانبا من اجتماع وزراء دفاع الناتو بشأن أوكرانيا، ونبدأ الآن تغطيتنا المباشرة اليومية لأبرز مستجدات الأحداث على الساحتين المصرية والدولية، حيث افتتح اليوم رئيس الدورة العادية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس المناقشة العامة السنوية، حيث يبدأ قادة العالم مناقشة تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت شعار إعادة بناء الثقة وشحذ التضامن العالمي. وحدد فرانسيس في كلمته في افتتاح الدورة 78 أربع أولويات أساسية لضمان معالجة هذه الدورة الجديدة للتحديات العالمية بصورة هادفة، وهي السلام والازدهار والتقدم والاستدامة. هذه القمة بمثابة منصة رئيسية لرؤساء الدول والحكومات لإبداء القيادة السياسية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. سنتحدث اليوم في هذه التغطية عن هذا الموضوع. فاصل قصير ونبدأ النقاش. نبدأ مباشرة نقاشنا مع دكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. دكتورة يمن، إلى أي مدى تأتي هذه الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة في ظروف قاسية يمر بها العالم كله، بالنظر لما يختبره العالم من أزمات متنوعة سياسية وأيضا طبيعية؟ أهلا بك. كما ذكرتي، فعلا هذه الدورة للجمعية العامة بتشهد تحديات كبيرة جدا على
المستوى العالمي بتشهد تغير عنيف في موضوع العولمة. عندنا حالات استقطاب عنيفة، عندنا انقسامات على مستوى العالم بشكل كبير، أيضا لدينا نقاط ساخنة كثيرة غير حرارة الأرض، هناك نقاط ساخنة سياسية كثيرة جدا على مستوى دول العالم، وهناك تساؤلات كبيرة حول دور الأمم المتحدة بشكل عام وقدرتها على تحقيق السلام العالمي والرفاهية العالمية اللي هي أهدافها الرئيسية. وبالتالي على الرغم من أن الجمعية العامة هي منصة أكثر شمولا وهناك عدالة أكثر في تبادل وجهات النظر، ومؤخرا كان للقارة الأفريقية دور متزايد في الجمعية العامة وتأثيرها داخل الجمعية العامة، ولكن ما زالت هناك المؤسسات العالمية، ما زال هناك تركز وما زال في سيطرة للدول الكبرى خاصة في اتخاذ القرارات المؤثرة على مستوى الأمن وحق الفيتو، وكل هذه المتغيرات بتؤثر بشكل كبير جدا على مدى فاعلية الأمم المتحدة في مواجهة التحديات الكبيرة جدا اللي بيمر بها العالم حاليا. طيب إذا كانت الدول الكبرى هي المتحكمة كما تقولين دكتورة يمن، ما الفائدة من مثل هذه الاجتماعات وتبادل وجهات النظر وطرح أفكار للحلول إذا كانت هذه الحلول في النهاية تخضع لموافقة أو رفض الدول الكبرى؟ لا في الحقيقة اللقاءات والمناقشات هامة جدا لتبادل وجهات النظر ولتحديد مدى توافق وتسارع المصالح ما بين الدول العالم ولتحديد سبل تعميق المصالح المتبادلة، لأنه هذه اللقاءات غاية في الأهمية لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا ذات الأولوية والقضايا الهامة فيما يتعلق بمواجهة التحديات. يعني حاليا هناك العالم كله بيشهد مع انعقاد الجمعية العامة هذه الدورة بالذات بيشهد آثار حالات الاحترار للكرة الأرضية واضحة جدا في مجموعة من الكوارث اللي حصلت مؤخرا واللي بتوضح بشكل لا يدعو للشك ان موضوع التغير المناخي اصبح حقيقة واقعة وتداعياته السلبية في منتهى الخطورة على كل دول العالم، وأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي الحقيقة ده الهدف الأساسي من هذا اللقاء. فالتقارير اللي ظهرت هذا الاجتماع تشير إلى أن الأداء العالمي لا يكون على الشكل المطلوب، بمعنى أن الجهود اللي بتتم في التكيف والتخفيف اللي هي الأدابتيشن والميتيجيشن لازالت أقل بكثير من الخطط الموضوعة ولازالت بتعكس خطورة شديدة في ارتفاع درجة حرارة الأرض، وبالتالي ده بيجعلنا نعود إلى فكرة العولمة بمفهومها الجديد، بمعنى أنه العولمة ليست فقط في قضية أننا نبحث عن من ينتج السلع بأقل تكلفة ممكنة ويتبادلها مع باقي دول العالم، ولكن أصبحت أيضا مرتبطة بكيف نواجه معا قضية ارتفاع درجة حرارة الأرض وما هي المناطق المؤهلة ليكون فيها أنشطة تساعد في تحقيق هذا الهدف. والأكثر أهمية من كل هذا أنه لا يمكن تحقيق النتائج إيجابية دون تعاون دولي. يعني نحن نجد حالة الاستقطاب اللي بتشهدها العلاقات الأمريكية الصينية والصراعات الكبيرة على السيطرة على الاقتصاد العالمي، ما يحدث من صراعات على مستوى دول العالم بنأتي في توقيت الولايات المتحدة دائما تعود إلى أننا نريد توافقا مع الصين لأننا لا نستطيع وحدنا أن نواجه تداعيات الاحترار العالمي للكرة الأرضية وأثرها، وبالتالي نحن نحتاج إلى القطب الآخر اللي هو حاليا بيسعى من خلال البريكس كما رأينا أنه يخلخل قضية سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العالمي. نعم، أشكرك دكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا لك.
هذا وقد أكدت مصر أهمية الالتزام العالمي بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات الدولية المتعاقبة. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري أمام قمة أهداف التنمية المستدامة التي افتتحت أعمالها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وشدد وزير الخارجية على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتعزيز قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم التمويل التنموي اللازم وفقا للأولويات الوطنية للدول النامية وتنفيذ التزامات الدول المتقدمة. واستعرض البيان المصري أولويات وجهود مصر في تنفيذ أجندتها التنموية رؤية مصر 2030. كما أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مرجعيات الشرعية الدولية لعملية السلام المتعارف عليها وكذلك مبادئ مبادرة السلام العربية تظل هي المظلة الجامعة لكافة جهود الدفع بإحياء عملية السلام. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط والذي ينعقد على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك. ونوه شكري إلى أن أي رؤية مستقبلية في هذا الصدد لن ترتكز إلا على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وينضم إلينا الأستاذ علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي. أستاذ علاء، التنمية المستدامة هي عنوان عريض لهذه الاجتماعات، كيف يمكن تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين دول العالم والاستفادة من هذا التجمع الهام سياسيا؟ الحقيقة أن ما حدث خلال هذا العام من تأثيرات غير عادية مناخية سواء بالنسبة للأعاصير أو بالنسبة لغيرها من المشاكل، يعني ده بيأكد أن لازم العالم يكون فيه تنسيق بينها، يعني وأن فكرة أن دول العالم النامية هي اللي بتدفع ثمن استفه وعدم احترام البيئة من الدول الكبرى ده بيأثر سلبي، يعني ده بيحتاج أن يكون فيه تكتل عالمي لوضع أمس هذا الحلول، لأن الكثير من دول أفريقيا خاصة تأثرت بالجفاف وتأثرت بده، وده اللي مرتبط بعدم احترام البيئة. يعني فأنا بظن إن ده يعني فكرة إن يكون في تجمع عالمي وإن الآن أصبح الأمر مستحيل أن يترك فردي للدول، يعني إن كل دولة تتصرف كما تريد كما تشاء، إن أصبح يعني أخطاء البيئة أو التلوث البيئي أو إن العالم كله بيدفع ثمنها، يعني وده حرام إن الدول العالم الثالث يعني في ظل الظروف الصعبة دي إن هي كمان تتحمل أخطاء الدول الغنية والدول الصناعية. يعني فأنا بظن أن التنمية المستدامة أحد جوانبها أن الناس تبدأ تحترم البيئة ويكون في تنسيق عالمي بالنسبة لهذا الأمر للحماية من الكثير من المشاكل، يعني أنه يكون في استقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي. وشاهدنا أن وجود مشاكل مثلا في أفريقيا فيعني أن الكثير هيبتدي يهاجر وهجرة غير شرعية لأوروبا، وده هيأثر سلب على أوروبا. يعني أنا في تقدير أن التنمية المستدامة هي عبارة عن منظومة متكاملة، يعني بتعني أنك أنت بتهتم بالبشر، بتهتم بالبيئة، بتهتم بالاستقرار، بتهتم بحاجات كثيرة. يعني والآن أن الدور بالنسبة لهذه المؤسسات الدولية اختلف، يعني كان لها دور زمان في الحرب الباردة، كان لها دور زمان في نشر السلام في حرب الاستعمار، لكن أنا بظن أن الآن دورها في هذه السنين يعني ان لازم يكون في دور تنسيقي، ان يكون في اهتمام بوجود استقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي للدول بالتنسيق مع كل الاطراف. طيب، فكره التنميه المستدامه والتكامل بين الدول اصبحت حتميه كما ذكرت بسبب تشابه المشكلات التي يتعرض لها العالم، لكن تظل هناك مصالح تحكم السياسات الخارجية لكثير من الدول، هل ترى أن هناك تعارض بين هذه المصالح وبين تكامل الدول وتعاونها في سبيل التنمية المستدامة؟ طبعا هناك تعارض كبير، لأن الدول بتحاول أن تتحرك بصفة فردية وتحقيق أرباح، لكن ربما خطورة الأمر في تقديري أن الآن أصبحت الشركات العالمية بعضها من الحجم انه بيكون اكبر من ميزانيات الدول الكبرى، يعني فهي النقطة ان الان اصبحت هذه الشركات بتتحرك باطار منفرد ان هي بتحقق
الربحية وتحقق الفوائد الائتمانية لهذه الشركات يعني. لكن يعني ربما كان في السابق كان الدور الأكبر للدولة فتستطيع أن تتفاوض دولة مع دولة لإقناعها يعني. لكن الأمر بحيث الآن حصل تغيير بالنسبة للمنظومة العالمية وأصبحت الشركات لها دور أكبر، وأصبحت بعض الشركات بتتصرف تصرفات قد تكون مزعجة بالنسبة لبعض الأطراف، قد تكون خطيرة بالنسبة لأطراف أخرى يعني. فأنا في تقديري أن ربما الأمر بيحتاج أن يكون في تنبيه أن يكون هناك في تأثير عالمي، لأن حضرتك الشركات العالمية دي أحيانا من الصعب أنك تعرف مين مؤسسينها مين مالكينها يعني. شركة بتكون مؤسسة في أمريكا لكن بتشتغل في البرازيل، واللي بيديرها يابانيين. فأصبح الأمر بيحتاج أن يكون في تغيير عالمي بالنسبة للمنظومة، يكون في تنبيه. ولعلنا نتذكر أن الرئيس سركوزي من 2007 كان حذر أن المضاربين أحيانا يؤثروا سلبا على أسعار السلع الاستراتيجية مثل البترول والقمح وغيرهم، رغم أن هم غير منتجين لكن هي مضاربات بتكون عالية التأثير على المنتجين وعلى المستهلكين، رغم أن المضاربين هم اللي بيتنوا الأرباح سواء في الأسعار أو في هبوطها يعني. طيب إلى أي مدى أيضا يمكن أن تكون القرارات التي ستسفر عنها النقاشات في هذه الاجتماعات ملزمة للدول ألا تتحول إلى مجموعة من القرارات الطموحة جدا والتي يمكن أن تساهم في حل مشكلات لكنها في النهاية حبيسة الأدراج ولا تصل إلى أرض الواقع؟ في الحقيقة أن دي كانت المشكلة عالميا، أن كانت هناك قرارات كثيرة تكون جزء كبير منها حالم وغير قابل للتنفيذ يعني. لكن الآن أصبحت الأمر حقيقة مرتبط بخطورة بتأثير معيشة يعني، اللي احنا دلوقتي التأثيرات السيئة للبيئة وصلت لكل العالم، وأن اللي بيدفع ثمنها أكثر هم الفقراء وليس الأغنياء يعني. ربما الأمر بيحتاج أن يكون في عدد أقل من القرارات لكن جدية أكبر في التنفيذ. نعم. الطاقة الخضراء والنظيفة من أهم القضايا المطروحة على القمة هذا العام، إلى أي مدى ترى أن هناك تقدم في هذا الملف على مستوى النقاش والتنفيذ؟ هناك تقدم هذا الملف يعني، أصبح لي جدوى اقتصادية يعني. الآن بعد وصول أسعار البترول ل 80 و 90 دولار، فأصبح الآن أن جدى من الطاقة الخضراء على هيدروجين أفضل أو الطاقة الشمسية أو غيرها طيب. ايضا هناك شعور متزايد من بعض البلدان وغالبا الدول الفقيره مثل امريكا اللاتينيه، افريقيا، بعض الدول في اسيا، ان الدول الكبرى اصبحت غير ملتزمه او تشعر بانها غير ملتزمه بتحقيق تنميه في الدول الافقر. هل هذه حقيقه برايك؟ نعم هذه حقيقه، لان اصبح الدول اكبر من على كل القرارات منظومه معروفة مفهومة. الآن أصبحت الشركات المتعددة الجنسية والشركات الدولية هي اللي دول أكبر، وهي اللي في الحقيقة دي محتاجة أن يكون في نظام أكبر ليها، أن يكون في دفع لثمن وتحقيق نعم. أشكرك أستاذ علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي. وحذر زعماء عدة دول في الأمم المتحدة من المخاطر التي تواجهها الكرة الأرضية ما لم يتم التحرك بشكل عاجل لإنقاذ مجموعة من أهداف التنمية لعام 2030. لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، حذر زعماء عدة دول في الأمم المتحدة من المخاطر التي تواجهها الكرة الأرضية ما لم يتم التحرك بشكل عاجل لإنقاذ مجموعة من أهداف التنمية لعام 2030، والخاصة بالقضاء على الجوع والفقر المدقع ومكافحة تغير المناخ. يتضمن الإعلان الذي أقروه في قمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قائمة عام 2015 التي تشمل 17 هدفا للتنمية المستدامة، بينها أيضا المياه والطاقة وتضييق فجوة التفاوت وتحقيق المساواة بين الجنسين. وجاء في الإعلان أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في خطر بجانب التعبير عن الشعور بالقلق
من أن التقدم في معظم أهداف التنمية المستدامة إما يحدث ببطء شديد أو يتراجع إلى ما دون خط الأساس لتحقيق الأهداف لعام 2015. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن 15% فقط من الأهداف تسير على الطريق الصحيح، بينما يسير كثير منها في الاتجاه المعاكس. ويجتمع زعماء العالم هذا العام في ظل توترات جيوسياسية تغذيها الحرب في أوكرانيا إلى حد كبير، إذ تتنافس روسيا والصين مع الولايات المتحدة وأوروبا لكسب تأييد دول نامية، حيث يشكل تحقيق أهداف التنمية المستدامة محورا أساسيا. الأمم المتحدة ذكرت هذا الشهر أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بدرجة متوسطة إلى شديدة في العالم اليوم يزيد 745 مليونا عما كان في عام 2015، وأن العالم بعيد كل البعد عن المسار الصحيح في جهوده الرامية إلى تحقيق هدف الأمم المتحدة الطموح المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030. تقرير العام الماضي كان قد أفاد بأن تكلفة تحقيق الأهداف العالمية زادت بنسبة 25% إلى 176 تريليون دولار خلال العام المنتهي في سبتمبر عام 2022 مع تراجع الأداء الخاص بالعديد من الإجراءات. ومعنا هاتفيا الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية. دكتور أشرف، إلى أي مدى أثر التغير المناخي الذي تشهده الكرة الأرضية وتأثرت به كل الدول على المحاصيل الزراعية وبالتالي على خريطة الإنتاج الزراعي عالميا؟ ذلك أمر في غاية الأهمية، والتغيرات المناخية الآن هي تغيرات دراماتيكية. نعم. وأدت في العام الماضي إلى هجرة 32 مليون شخص في باكستان وخسائر أكثر من 35 مليار دولار. أما هذا العام فيعني جفاف بالأنهار وموجة جفاف لم يشهدها جنوب أوروبا وأفريقيا منذ 500 عام، أي تقريبا منذ عصر النهضة الإيطالية. وجفاف للأنهار، أنهار السين واللوار والرون وغيرها، ويعني ارتفاعات في درجات الحرارة غير مسبوقة، موجات في الجفاف في الواقع في القارة الإفريقية شديدة جدا، في منطقة الساحل جنوب الصحراء وفي منطقة وفي منطقة القرن الإفريقي جفاف كبير جدا، وكل ذلك يؤدي إلى انخفاضات ملحوظة في الإنتاج الزراعي بشكل كبير. ودول مثل جيبوتي والصومال وجنوب السودان والسودان معرضة لمجاعات في هذا السياق، فضلا عن بنين والنيجر. الدول الإفريقية التي تمثل مصر صوتها النابض في المحافل الدولية تعاني بشكل كبير في هذا السياق. ومن خلال التقرير الذي قمتم بعرضه، بالفعل أن أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدفين الخاصين بالقضاء على الفقر والقضاء على الجوع، الهدفين الأولين والثاني من أهداف الأمم المتحدة لا تسير بشكل جيد. ويشير تقرير أممي صادر حديثا إلى أن 13% فقط من الأهداف هي على الطريق الصحيح، وأن 50% من الأهداف لا تسير بشكل جيد، وأن أكثر 30% من الأهداف خارج السياق. طيب كيف يمكن التصدي للمشكلات القائمة على التغير المناخي بالنسبة للمحاصيل الزراعية؟ كيف يمكن تحويل هذه الفكرة والتي هي خارج طبعا يد البشر، أنه بيحصل تغير مناخي، كيف يمكن تحويل ذلك إلى ميزة يمكن أن تستفيد منها الدول، يحدث تكامل بشكل أو بآخر، أو يحدث تطوير أو تطويع للسياسة الزراعية في كل دولة؟ يتم ذلك من خلال عدة إجراءات سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل. على سبيل المثال، بالنسبة للسيول والأمطار الغزيرة، يجب الاستفادة من تلك السيول والأمطار وتحويلها بالفعل من تحدي إلى فرصة من خلال عمليات لحصاد الأمطار
وكما فعلنا في مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي، لدينا حفر لآبار جديدة لحصاد الأمطار، فضلا عن إعادة تأهيل الآبار الرومانية القديمة التي كانت تستخدم لتخزين المياه. ومع إقامة سدود في المحافظات الحدودية في محافظة سيناء ومرسى مطروح بشكل كبير. أما الأمر الآخر الأكثر أهمية فهو التكيف مع التغير المناخي نفسه. والتكيف يعني التأقلم مع تلك الظواهر الطبيعية بشكل كبير من خلال استنباط أصناف قليلة المكس في التربة عالية الإنتاجية متحملة للإجهاد البيئي بشكل كبير، خاصة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة وعالية الإنتاجية في نفس الوقت. كل ذلك يؤدي إلى التأقلم مع تطوير المعاملات الزراعية من خلال على سبيل المثال تعديل مواعيد الزراعة لتلافي تقلبات جوية معينة، مع العمل على تغطية المحاصيل في بعض الأحيان لتلافي درجات الحرارة المرتفعة أو البرودة والسقيم. طيب هل التغيرات المناخية اللي بتشهدها دول العالم حجر عثرة أو عقبة أمام التنمية المستدامة؟ بلا شك هي عامل محدد للإنتاج الزراعي، فهي عامل رئيسي بجانب العرض. والإنتاج الزراعي تتحدد أزمات الغذاء العالمي التي تحدث من خلال محورين، أولهما هو جانب العرض والثاني هو جانب الطلب. وجانب الطلب يرجع إلى الدخول وأذواق المستهلكين وما إلى ذلك، أما جانب العرض فيرجع بشكل طبيعي إلى الكوارث الطبيعية أو التغيرات المناخية. على سبيل المثال الهند عندما تعرضت لسيول هذا العام انعكس هذا على سياساتها التجارية مباشرة، وأوقفت تصدير القمح والأرز وفرضت قيودا تجارية على تصدير البصل، وهي أكبر مصدر للبصل في العالم. نعم. أيضا دكتور أشرف، برأيك إلى أي مدى هناك مسؤولية أدبية أو مسؤولية سياسية من الدول الكبرى تجاه الدول الأكثر احتياجا أو من الدول الغنية تجاه الدول الأفقر، وهل ذلك يسير أو يسري بالشكل المثالي برأيك حاليا؟ تلك هي قضية هامة وهي قضية محورية، وأشكرك على هذا الطرح. في حقيقة الأمر ذلك أمر جوهري، والدول المتقدمة هي السبب الرئيسي في الانبعاثات الغازية التي أدت إلى الاحترار العالمي. والدول الإفريقية على سبيل المثال لا تساهم إلا بنسبة ضئيلة في ذلك، وهي الأكثر تضررا من ذلك بشكل كبير. بالفعل حدث تقدم في مؤتمر كوفيد 19 في مؤتمر كوب 27 هذا العام من خلال إقرار الصندوق للأضرار للتعويض عن الأضرار، لكن آليات التنفيذ الدول المتقدمة لم تقم بدورها بشكل واضح في هذا السياق، ولم تقم بتعويض الدول النامية عن ذلك الاحترار بشكل كبير. نأمل في تحسن في ذلك الأمر، ومصر دائما هي الصوت النابض للدول النامية والدول الإفريقية في هذا السياق. دكتور أشرف عباس، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، شكرا جزيلا لك. ترأس وزير الخارجية سامح شكري الاجتماع الوزاري التشاوري العربي المنعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لتنسيق المواقف دعما للقضايا العربية في الأمم المتحدة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية إن الاجتماع شهد إحاطة قدمها وزير خارجية فلسطيني حول مستجدات القضية الفلسطينية ومتابعة الموقف بشأن القضايا الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها المختلفة. وأكد الوزراء العرب على ضرورة تنسيق المواقف العربية إزاء نمط التصويت على مختلف القرارات وعلى رأسها قرارات فلسطين. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره البريطاني جيمس كليفرلي. وأكد شكري خلال اللقاء على تاريخية واستراتيجية العلاقات بين مصر وبريطانيا، وتناول اللقاء التعاون الاقتصادي
والاستثمارات البريطانية والهجرة والمستجدات الإقليمية والدولية. كما التقى سامح شكري وزير الخارجية، مايكل مارتن وزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. تناول اللقاء مختلف أوجه العلاقات الثنائية التي تجمع القاهرة ودبلن وما تشهده من تطورات ملموسة خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن التشاور حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. وأكد الوزيران على أهمية الاستمرار في دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات. وصلنا إلى ختام تغطيتنا اليومية لأبرز ومستجدات الأحداث، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.